شهدت مدينة المكلا الأربعاء 27 من نوفمبر تشرين الثاني استقبال أول رحلة جوية لطيران اليمنية بعد إعادة افتتاح مطار الريان الدولي رسميا، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من تأهيله وفق المعايير الدولية بدعم وتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة. إعادة افتتاح مطار الريان خطوة جبارة جدا مقارنة بالوضع الحالي بما تمر به البلاد، فمما مرت به البلاد من أزمات ونكبات أدت إلى إغلاق المطار، مما ضر العديد من الناس فدخلوا في تكلفة مالية جدا ومعاناة جسمية وصحية، فالعديد من الناس يعني من يملكون من لديه مرض مثلا يؤدي إلى قطع 4 ساعات 5 ساعات من أجل أن يحصل على مطار، من أجل أن يسافر إلى دولة أخرى ليتلقى العلاج. فالآن الحمد لله بفضل السلطة المحلية تحت رعاية المحافظ الوحسني تمت إعادة افتتاح مطار ريان، مما سيخدم العديد من الناس ويقل عليهم التكلفة المالية والصحية. إعادة افتتاح مطار ريان خفف كثير من حوائج الناس ولا سيما المرضى، حيث كانوا يذهبون إلى عدن ولا سيون لكي يسافروا إلى الخارج، ولا سيما الأهالي المكلة الآن يعني أصبح مطار ريان بالنسبة لهم قريب يعني. ونشكر أخواننا الأشقاء في دولة الإمارات على ما قاموا من الأعمال هذه المبذولة. أما أهالي مدينة المكلا فقد اعتبروا هذا الحدث خبرا سعيدا ومفرحا لكل أبناء حضرموت، خاصة المرضى الذين تجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات. وأنشئت الصالة الخارجية بالمطار وفق مواصفات عالية، وزودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال. شاهدت بأمام عيني كثير من المرضى ينتقلوا من المكلا إلى سيون مع الأكسجين، دبات الأكسجين في السيارة وفي حالة يرثالة، إضافة إلى السكن الذي أكل المواطن في فنادق سيون. ولذلك كانت ملحة جدا افتتاح هذا المنجز، ونشكر كل من سعى من سلطة محلية، من رئيس جمهورية، من أولاد زاي الذين يعني بذلوا جهود في تكوين أو تجهيز الملحقات والمطار. نحن نعرف المطار موجود من زمان، مطار ريان، ولكن نتيجة حصل من أحداث أيام القاعدة كان حصل تدمير في كثير من الإنشاءات خاصة بالأجواء اللي سواء كان البرج أو غيره، ونحن نعتبر التأخير كان كثير، ولكن أن تأتي متأخرا أن تصل متأخرا خير من لم تصل. وبطبيعة الحال فإن إعادة تدشين المطار ستسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، إلى جانب تخفيف السفر للمرضى. عبد الله محسن الشاذلي لليمن العربي المكلا.